أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد سفيان بيده عشرة قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن عمرو الأشعثي وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري بهذا الاسناد، وزادوا في الاسناد عن سفيان، فقالوا عن زينب بنت ام سلمه، عن حبيبه عن ام حبيبه، عن زينب بنت جحش. حدثني حرمله بن يحيى، اخبرنا ابن وهب، اخبرني يونس عن ابن شهاب، اخبرني عروه بن الزبير. ان زينب بنت ابي سلمه اخبرته ان ام حبيبه بنت ابي سفيان اخبرتها ان زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا محمرا وجهه يقول لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها قالت فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد حا وحدثنا عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد حدثنا ابي عن صالح كلاهما عن ابن شهاب بمثل حديث يونس عن الزهري باسناده وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا احمد بن اسحاق حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه وعقد وهيب بيده تسعين حدثنا قتيبه بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم واللفظ لقتيبه قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد الله بن القبطيه قال دخل الحارث بن ابي ربيعه وعبد الله بن صفوان وانا معهما على ام سلمه ام المؤمنين فسالاها عن الجيش الذي يخسف به وكان ذلك في ايام ابن الزبير فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ عائذ بالبيت فيبعث اليه بعث فاذا كانوا ببيداء من الارض خسف بهم فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها قال يخسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامه على نيته وقال ابو جعفر هي بيداء المدينه حدثناه احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عبد العزيز بن رفيع بهذا الاسناد، وفي حديثه قال: فلقيت ابا جعفر فقلت: انها انما قالت: ببيداء من الارض، فقال ابو جعفر: كلا والله انها لبيداء المدينه. حدثنا عمر الناقد وابن ابي عمر، واللفظ لعمر، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أمية بن صفوان سمع جده عبد الله بن صفوان يقول: أخبرتني حفصة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يُخسف بأوسطهم وينادي أولهم آخرهم ثم يُخسف بهم فلا يبقى الا الشريد الذي يخبر عنهم فقال رجل اشهد عليك انك لم تكذب على حفصه واشهد على حفصه انها لم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا الوليد بن صالح حدثنا عبيد الله بن عمرو حدثنا زيد بن ابي انيسه عن عبد الملك العامري عن يوسف بن ماهك اخبرني عبد الله بن صفوان عن ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيعوذ بهذا البيت يعني الكعبه قوم ليست لهم منعه ولا عدد ولا عده يبعث اليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. قال يوسف: وأهل الشأم يومئذ يسيرون إلى مكة. فقال عبد الله بن صفوان: أما والله ما هو بهذا الجيش. قال زيد: وحدثني عبد الملك العامري عن عبد الرحمن بن سابط عن الحارث بن أبي ربيعة عن أم المؤمنين بمثل حديث يوسف بن ماهك. غير انه لم يذكر فيه الجيش الذي ذكره عبد الله بن صفوان. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا القاسم بن الفضل الحداني. عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن الزبير، ان عائشه قالت: عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه. فقلنا يا رسول الله صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله فقال العجب ان ناسا من امتي يؤمون بالبيت برجل من قريش قد لجا بالبيت حتى اذا كانوا بالبيداء خسف بهم فقلنا يا رسول الله ان الطريق قد يجمع الناس قال نعم فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل، يهلكون مهلكا واحدا، ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد، وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، واللفظ لابن أبي شيبة. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا. سفيان بن عيينه عن الزهري عن عروه عن اسامه ان النبي صلى الله عليه وسلم اشرف على اطم من اطام المدينه ثم قال هل ترون ما ارى اني لارى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر وحدثنا عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. حدثني عمر الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد، قال عبد أخبرني، وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح، عن ابن شهاب، حدثني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به. حدثنا عمرو الناقد، والحسن الحلواني. وعبد بن حميد قال عبد اخبرني وقال الاخران حدثنا يعقوب حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب حدثني ابو بكر بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مطيع بن الاسود عن نوفل بن معاويه مثل حديث ابي هريره هذا الا ان ابا بكر يزيد من الصلاه صلاه من فاتته فكانما وتر اهله وماله حدثني اسحاق بن منصور اخبرنا ابو داود الطيالسي حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن ابي سلمه عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون فتنه النائم فيها خير من اليقظان واليقظان فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الساعي، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليستعذ. حدثني أبو كامل الجحدري، فضيل بن حسين، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا عثمان الشحام. قال انطلقت أنا وفرقد السبخي إلى مسلم بن أبي بكرة وهو في أرضه. فدخلنا عليه فقلنا: هل سمعت أباك يحدث في الفتن حديثا؟ قال: نعم، سمعت أبا بكرة يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة؟ القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له ابل فليلحق بابله ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له ارض فليلحق بارضه قال فقال رجل يا رسول الله ارايت من لم يكن له ابل ولا غنم ولا ارض قال يعمد الى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو ان استطاع النجاء اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت! اللهم هل بلغت! قال: فقال رجل يا رسول الله: أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين، أو إحدى الفئتين، فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني، قال: يبوء بإثمه وإثمك، ويكون من أصحاب النار. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب، قالا حدثنا وكيع، حا، وحدثني محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، كلاهما عن عثمان الشحام، بهذا الإسناد، حديث ابن أبي عدي نحو حديث حماد إلى آخره، وانتهى حديث وكيع عند قوله: إن استطاع النجاء. ولم يذكر ما بعده حدثني ابو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا حماد بن زيد عن ايوب ويونس عن الحسن عن الاحنف بن قيس قال خرجت وانا اريد هذا الرجل فلقيني ابو بكره فقال اين تريد يا احنف قال قلت أريد نصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عليا قال فقال لي يا أحن فرجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قال فقلت أو قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه قد اراد قتل صاحبه وحدثناه احمد بن عبده الضبي حدثنا حماد عن ايوب ويونس والمعلى بن زياد عن الحسن عن الاحنف بن قيس عن ابي بكره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا عبد الرزاق من كتابه اخبرنا معمر عن ايوب بهذا الاسناد نحو حديث ابي كامل عن حماد الى اخره. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا غندر عن شعبه حا وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن منصور عن ربعي بن حراش عن ابي بكره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا المسلمان حمل احدهما على اخيه السلاح فهما على جرف جهنم فاذا قتل احدهما صاحبه دخلاها جميعا وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان، وتكون بينهما مقتلة عظيمة، ودعواهما واحدة". حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج قال وما الهرج يا رسول الله قال القتل القتل حدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد واللفظ لقتيبه حدثنا حماد عن ايوب عن ابي قلابه عن ابي اسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله زوى لي الارض فرايت مشارقها ومغاربها وان امتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها واعطيت الكنزين الاحمر والابيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. والا اسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من باقطارها او قال من بين اقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا وحدثني زهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم ومحمد بن المثنى وابن بشار قال اسحاق اخبرنا وقال الاخرون حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي عن قتاده عن ابي قلابه عن ابي اسماء الرحبي عن ثوبان ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى زوالي الارض حتى رايت مشارقها ومغاربها واعطاني الكنزين الاحمر والابيض ثم ذكر نحو حديث ايوب عن ابي قلابه. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير واللفظ له، حدثنا ابي، حدثنا عثمان بن حكيم، اخبرني عامر بن سعد عن ابيه. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل ذات يوم من العاليه. حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وحدثناه ابن أبي عمر، حدثنا مروان بن معاوية، حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري، أخبرني عامر بن سعد عن أبيه أنه أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه، فمر بمسجد بني معاوية بمثل حديث ابن نمير. حدثني حرملة بن يحيى التجيبي، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني كان يقول: قال حذيفة بن اليمان: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة. فيما بيني وبين الساعه وما بي الا ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم اسر الي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا انا فيه عن الفتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. قال حذيفه: فذهب اولئك الرهط كلهم غيري. وحدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم. قال عثمان حدثنا، وقال اسحاق اخبرنا. جرير عن الاعمش، عن شقيق عن حذيفه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك الى قيام الساعه الا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علمه اصحابي هؤلاء وانه ليكون منه الشيء قد نسيته فاراه فاذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل اذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد، إلى قوله ونسيه من نسيه، ولم يذكر ما بعده. وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة حا وحدثني أبو بكر بن نافع. حدثنا غندر حدثنا شعبه عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن حذيفه انه قال اخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن الى ان تقوم الساعه فما منه شيء الا قد سالته الا اني لم اساله ما يخرج اهل المدينه من المدينه حدثنا محمد بن المثنى، حدثني وهب بن جرير، أخبرنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي وحجاج بن الشاعر، جميعا عن أبي عاصم. قال حجاج: حدثنا أبو عاصم، أخبرنا عزرة بن ثابت، أخبرنا علباء بن أحمر. حدثني أبو زيد. يعني عمرو بن اخطب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن، فأعلمنا احفظنا. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن العلاء أبو كريب جميعا عن أبي معاوية. قال ابن العلاء: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن شقيق عن حذيفة. قال: كنا عند عمر. فقال ايكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنه كما قال قال فقلت انا قال انك لجريء وكيف قال قال قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتنه الرجل في اهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاه والصدقه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال عمر ليس هذا اريد انما اريد التي تموج كموج البحر قال فقلت ما لك ولها يا امير المؤمنين ان بينك وبينها بابا مغلقا قال افيكسر الباب ام يفتح قال قلت لا بل يكسر قال ذلك احرى الا يغلق ابدا قال فقلنا لحذيفه هل كان عمر يعلم من الباب قال نعم كما يعلم ان دون غد الليله اني حدثته حديثا ليس بالاغاليط قال فهبنا ان نسال حذيفه من الباب فقلنا لمسروق سله فساله فقال عمر وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه وابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع حا، وحدثنا عثمان بن ابي شيبه، حدثنا جرير حا، وحدثنا اسحاق بن ابراهيم، اخبرنا عيسى بن يونس حا، وحدثنا ابن ابي عمر، حدثنا يحيى بن عيسى، كلهم عن الاعمش بهذا الاسناد نحو حديث ابي معاويه. وفي حديث عيسى عن الأعمش عن شقيق قال سمعت حذيفة يقول وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن جامع ابن أبي راشد والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال قال عمر من يحدثنا عن الفتنة وقتص الحديث بنحو حديثهم وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم قال حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا ابن عون عن محمد قال قال جندب جئت يوم الجرعة فإذا رجل جالس فقلت ليهرقن اليوم هاهنا دماء فقال ذاك الرجل كلا والله قلت بلا والله قال كلا والله قلت بلى والله قال كلا والله انه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنيه قلت بئس الجليس لي انت منذ اليوم تسمعني اخالفك وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تنهاني ثم قلت ما هذا الغضب فاقبلت عليه واساله فاذا الرجل حذيفه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل مئة تسعة وتسعون ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. وحدثني أمية بن بسطام، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح عن سهيل بهذا الإسناد نحوه، وزاد، فقال أبي: إن رأيته فلا تقربنه. حدثنا أبو مسعود سهل بن عثمان، حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن عبيد الله. عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات ان يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا ياخذ منه شيئا حدثنا سهل بن عثمان حدثنا عقبه بن خالد عن عبيد الله عن ابي الزناد عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات ان يحسر عن جبل من ذهب فمن حضره فلا ياخذ منه شيئا حدثنا ابو كامل فضيل بن حسين وابو معن الرقاشي واللفظ لابي معن قال حدثنا خالد بن الحارث حدثنا عبد الحميد بن جعفر اخبرني ابي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال كنت واقفا مع ابي بن كعب فقال لا يزال الناس مختلفه اعناقهم في طلب الدنيا قلت اجل قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس ساروا إليه، فيقول من عنده: لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله. قال: فيقتتلون عليه، فيقتل من كل مئة تسعة وتسعون. قال أبو كامل في حديثه: قال وقفت أنا وأبي بن كعب في ظل أجم حسان حدثنا عبيد بن يعيش وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعبيد قال حدثنا يحيى بن آدم ابن سليمان مولى خالد بن خالد حدثنا زهير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشأم مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. حدثني زهير بن حرب، حدثنا معل بن منصور، حدثنا سليمان بن بلال حدثنا سهيل عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى ينزل الروم بالاعماق او بدابق فيخرج اليهم جيش من المدينه من خيار اهل الارض يومئذ فاذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين اخواننا فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم ابدا ويقتل ثلثهم افضل الشهداء عند الله ويفتتح الثلث لا يفتنون ابدا فيفتتحون قسط طينيه فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون وذلك باطل فإذا جاء الشأم خرج فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده، فيريهم دمه في حربته. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني عبد الله بن وهب اخبرني الليث بن سعد حدثني موسى بن علي عن ابيه قال قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعه والروم اكثر الناس فقال له عمرو ابصر ما تقول قال اقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لئن قلت ذلك ان فيهم لخصالا اربعا انهم لاحلم الناس عند فتنه واسرعهم افاقه بعد مصيبه واوشكهم كره بعد فره وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف وخامسه حسنه جميله وأمنعهم من ظلم الملوك. حدثني حرملة بن يحيى التجيبي، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثني أبو شريح أن عبد الكريم بن الحارث حدثه أن المستورد القرشي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. قال فبلغ ذلك عمرو بن العاص فقال: ما هذه الاحاديث التي تذكر عنك انك تقولها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له المستورد قلت الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال عمرو لئن قلت ذلك انهم لاحلم الناس عند فتنه واجبر الناس عند مصيبه وخير الناس لمساكينهم وضعفائهم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر كلاهما عن ابن علية واللفظ لابن حجر حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي قتادة العدوي عن يسير بن جابر قال هاجت ريح حمراء بالكوفة فجاء رجل ليس له هجيرا الا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعه قال فقعد وكان متكئا فقال ان الساعه لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمه ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام فقال عدو يجمعون لاهل الاسلام ويجمع لهم اهل الاسلام قلت الروم تعني قال نعم وتكون عند ذاكم القتال رده شديده فيشترط المسلمون شرطه للموت لا ترجع الا غالبه فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطه ثم يشترط المسلمون شرطه للموت لا ترجع الا غالبه فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطه ثم يشترط المسلمون شرطه للموت لا ترجع الا غالبه فيقتتلون حتى يمسوا فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطه فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الدبرة عليهم، فيقتلون مقتلة، إما قال: لا يرى مثلها، وإما قال: لم يرى مثلها، حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم، فما يخلفهم حتى يخر ميتا، فيتعاد بنو الأب كانوا مئة. فلا يجدونه بقي منهم الا الرجل الواحد فباي غنيمه يفرح او اي ميراث يقاسم فبينما هم كذلك اذ سمعوا بباس هو اكبر من ذلك فجاءهم الصريخ ان الدجال قد خلفهم في ذراريهم فيرفضون ما في ايديهم ويقبلون فيبعثون عشره فوارس طليعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. قال ابن أبي شيبة في روايته عن أسير بن جابر: وحدثني محمد بن عبيد الغبري. حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي قتاده عن يسير بن جابر قال: كنت عند ابن مسعود فهبت ريح حمراء، وساق الحديث بنحوه، وحديث ابن علية أتم وأشبع، وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة، حدثنا حميد يعني بن هلال عن أبي قتادة عن أسير بن جابر قال كنت في بيت عبد الله بن مسعود والبيت ملآن قال فهاجت ريح حمراء بالكوفة فذكر نحو حديث ابن علية حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن نافع بن عتبة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه قال فاتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من قبل المغرب عليهم ثياب الصوف فوافقوه عند اكمه فانهم لقيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد قال فقالت لي نفسي ائتهم فقم بينهم وبينه لا يغتالونه قال ثم قلت لعله نجي معهم فاتيتهم فقمت بينهم وبينه قال فحفظت منه اربع كلمات اعدهن في يدي قال تغزون جزيره العرب فيفتحها الله ثم فارس فيفتحها الله ثم تغزون الروم فيفتحها الله ثم تغزون الدجال فيفتحه الله قال فقال نافع يا جابر لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم حدثنا ابو خيثمه زهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر المكي واللفظ لزهير قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا سفيان بن عيينه عن فرات القزاز عن ابي الطفيل عن حذيفه بن اسيد الغفاري قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون قالوا نذكر الساعه قال انها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر ايات فذكر الدخان والدجال والدابه وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن، تطرد الناس إلى محشرهم. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي حدثنا شعبة عن فرات القزاز عن أبي الطفيل عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن أسفل منه، فاطلع إلينا فقال: ما تذكرون؟ قلنا الساعة، قال: إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات، خسف بالمشرق. وخسف بالمغرب وخسف في جزيره العرب والدخان والدجال ودابه الارض وياجوج وماجوج وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعره عدن ترحل الناس قال شعبه وحدثني عبد العزيز بن رفيع عن ابي الطفيل عن ابي سريحه مثل ذلك لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحدهما في العاشرة: نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: وريح تلقي الناس في البحر. وحدثناه محمد بن بشار، حدثنا محمد يعني بن جعفر، حدثنا شعبة عن فرات، قال: سمعت أبا الطفيل يحدث عن أبي سريحة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غرفه ونحن تحتها نتحدث وساق الحديث بمثله قال شعبه واحسبه قال تنزل معهم اذا نزلوا وتقيل معهم حيث قالوا قال شعبه وحدثني رجل هذا الحديث عن ابي الطفيل عن ابي سريحه ولم يرفعه قال احد هذين الرجلين نزول عيسى بن مريم وقال الاخر ريح تلقيهم في البحر وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا ابو النعمان الحكم بن عبد الله العجلي حدثنا شعبه عن فرات قال سمعت ابا الطفيل يحدث عن ابي سريحه قال كنا نتحدث فاشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديث معاذ وابن جعفر وقال ابن المثنى حدثنا ابو النعمان الحكم بن عبد الله حدثنا شعبه عن عبد العزيز بن رفيع عن ابي الطفيل عن ابي سريحه بنحوه قال والعاشره نزول عيسى بن مريم قال شعبه ولم يرفعه عبد العزيز. حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني ابن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حا وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثنا أبي عن جدي، حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب انه قال قال ابن المسيب اخبرني ابو هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء اعناق الابل ببصرى حدثني عمرو الناقد حدثنا الاسود بن عامر حدثنا زهير عن سهيل بن ابي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبلغ المساكن إهاب أو يهاب. قال زهير: قلت لسهيل: فكم ذلك من المدينة؟ قال: كذا وكذا ميلا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه: عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليست السنه بألا تمطروا ولكن السنه ان تمطروا وتمطروا ولا تنبت الارض شيئا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حا وحدثني محمد بن رمح اخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن المثنى حا وحدثنا عبيد الله بن سعيد كلهم عن يحيى القطان. قال القواريري: حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر، حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عند باب حفصة فقال بيده نحو المشرق: الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، قالها مرتين أو ثلاثا. وقال عبيد الله بن سعيد في روايته: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند باب عائشة. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو مستقبل المشرق ها إن الفتنة ها هنا ها إن الفتنة ها هنا. ها إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن سالم عن ابن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت عائشة فقال رأس الكفر منها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان يعني المشرق وحدثنا ابن نمير حدثنا إسحاق يعني ابن سليمان أخبرنا حنظلة قال سمعت سالما يقول سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده نحو المشرق ويقول ها إن الفتنة ها هنا ها إن الفتنة ها هنا ثلاثة حيث يطلع قرن الشيطان حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان وواصل بن عبد الأعلى وأحمد بن عمر الوكيعي واللفظ لابن أبان، قالوا حدثنا ابن فضيل عن أبيه قال: سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يقول: يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تجيء منها هنا وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ فقال الله عز وجل له وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا قال احمد بن عمر في روايته عن سالم لم يقل سمعت حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة وكانت صنما تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة حدثنا أبو كامل الجحدري وأبو معن زيد بن يزيد الرقاشي واللفظ لأبي معن قال حدثنا خالد بن الحارث حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن الاسود بن العلاء عن ابي سلمه عن عائشه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى فقلت يا رسول الله ان كنت لاظن حين انزل الله هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ان ذلك تاما قال انه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحا طيبه فتوفى كل من في قلبه مثقال حبه خردل من ايمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا أبو بكر وهو الحنفي. حدثنا عبد الحميد بن جعفر بهذا الإسناد نحوه. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه، عن أبي الزنات عن الأعرج، عن أبي هريرة. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن ابان بن صالح ومحمد بن يزيد الرفاعي واللفظ لابن ابان قال حدثنا ابن فضيل عن ابي اسماعيل عن ابي حازم عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدين الا البلاء. وحدثنا ابن ابي عمر المكي حدثنا مروان عن يزيد وهو ابن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لياتين على الناس زمان لا يدري القاتل في اي شيء قتل ولا يدري المقتول على اي شيء قتل وحدثنا عبد الله بن عمر بن أبان وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي إسماعيل الأسلمي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل فقيل كيف يكون ذلك قال الهرج القاتل والمقتول في النار وفي روايه ابن ابان قال هو يزيد بن كيسان عن ابي اسماعيل ولم يذكر الاسلمي حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن ابي عمر واللفظ لابي بكر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد: سمع ابا هريره يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبه ذو السويقتين من الحبشه. وحدثني حرمله بن يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبه ذو السويقتين من الحبشه حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذو السويقتين من الحبشه يخرب بيت الله عز وجل وحدثنا قتيبه بن سعيد اخبرنا عبد العزيز يعني بن محمد عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه حدثنا محمد بن بشار العبدي حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد ابو بكر الحنفي، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، قال: سمعت عمر بن الحكم يحدث عن ابي هريره، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذهب الايام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاه. قال مسلم: هم اربعه اخوه. شريك وعبيد الله وعمير وعبد الكبير بنو عبد المجيد حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن ابي عمر واللفظ لابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلكم أمة ينتعلون الشعر، وجوههم مثل المجان المطرقة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين، ذلف الأنف. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن، عن سهيل عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقاتلون بين يدي الساعة قوما نعالهم الشعر كأن وجوههم المجان المطرقة حمر الوجوه صغار الأعين حدثنا زهير بن حرب وعلي بن حجر واللفظ لزهير قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة قال كنا عند جابر بن عبد الله فقال يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم قلنا من أين ذاك قال من قبل العجم يمنع ذاك ثم قال يوشك أهل الشأم ألا يجبى إليهم دينار ولا مدي قلنا من أين ذاك قال من قبل الروم ثم أسكت هنيه ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في اخر امتي خليفه يحثي المال حثيا لا يعده عددا قال قلت لابي نضره وابي العلاء اتريان انه عمر بن عبد العزيز فقالا لا وحدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا سعيد يعني الجريري بهذا الاسناد نحوه حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا بشر يعني ابن المفضل حا. وحدثنا على بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل يعني بن علية كلاهما عن سعيد بن يزيد عن أبي نظرة، عن أبي سعيد، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفائكم خليفة. يحث المال حثيا لا يعده عددا وفي رواية ابن حجر يحث المال وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أبي حدثنا داود عن أبي نضره عن أبي سعيد وجابر بن عبد الله قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن داود بن أبي هند عن أبي نظرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن ابي مسلمه قال سمعت ابا نضره يحدث عن ابي سعيد الخدري قال اخبرني من هو خير مني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار حين جعل يحفر الخندق وجعل يمسح راسه ويقول بؤس بن سميه تقتلك فئه باغيه وحدثني محمد بن معاذ بن عباد العنبري وهريم بن عبد الأعلى، قالا حدثنا خالد بن الحارث حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن منصور، ومحمود بن غيلان، ومحمد بن قدامة، قالوا: أخبرنا النضر بن شميل كلاهما عن شعبة عن أبي مسلمة بهذا الإسناد نحوه. غير أن في حديث النضر: أخبرني من هو خير مني أبو قتاده. وفي حديث خالد بن الحارث قال: أراه يعني أبا قتاده. وفي حديث خالد: ويقول: ويس أو يقول: يا ويس بن سمية. وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة: حدثنا محمد بن جعفر حا. وحدثنا عقبه بن مكرم العمي وابو بكر بن نافع قال عقبه حدثنا وقال ابو بكر اخبرنا غندر حدثنا شعبه قال سمعت خالدا يحدث عن سعيد بن ابي الحسن عن امه عن ام سلمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار تقتلك الفئه الباغيه وحدثني اسحاق بن منصور اخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا شعبه حدثنا خالد الحذاء عن سعيد بن ابي الحسن والحسن عن امهما عن ام سلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ابن عون عن الحسن عن امه عن ام سلمه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا الفئه الباغيه. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا ابو اسامه، حدثنا شعبه عن ابي التياح، قال سمعت ابا زرعه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهلك أمتي هذا الحي من قريش قالوا فما تأمرنا قال لو أن الناس اعتزلوهم وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وأحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبة في هذا الإسناد في معناه حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله وحدثني حرمله بن يحيى اخبرنا ابن وهب أخبرني يونس حا وحدثني ابن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق، أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بإسناد سفيان ومعنى حديثه. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده وقيصر ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعده ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده فذكر بمثل حديث ابي هريره سواء حدثنا قتيبه بن سعيد وابو كامل الجحدري قالا حدثنا ابو عوانه عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتفتحن عصابة من المسلمين أو من المؤمنين كنز آل كسر الذي في الأبيض قال قتيبة من المسلمين ولم يشك حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي عوانة حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور وهو ابن زيد الديلي عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفا من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم. قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها. قال الثور: لا اعلمه الا قال الذي في البحر ثم يقول الثانيه لا اله الا الله والله اكبر فيسقط جانبها الاخر ثم يقول الثالثه لا اله الا الله والله اكبر فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا فبينما هم يقتسمون المغانم اذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. حدثني محمد بن مرزوق، حدثنا بشر بن عمر الزهراني، حدثني سليمان بن بلال، حدثنا ثور بن زيد الديلي، في هذا الإسناد بمثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر. حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتقاتلن اليهود فلتقتلنهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي فتعال فاقتله وحدثناه محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بهذا الإسناد وقال في حديثه هذا يهودي ورائي حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو اسامه اخبرني عمر بن حمزه قال سمعت سالما يقول اخبرنا عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقتتلون انتم ويهود حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتله. حدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر. يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة، قال يحيى أخبرنا، وقال أبو بكر حدثنا: أبو الأحوص حا وحدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا أبو عوانة كلاهما عن سماك عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين يدي الساعة كذابين. وزاد في حديث أبي الأحوص: قال فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم وحدثني ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن سماك بهذا الاسناد مثله قال سماك وسمعت اخي يقول قال جابر فاحذروهم حدثني زهير بن حرب واسحاق بن منصور قال اسحاق اخبرنا وقال زهير حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم انه رسول الله حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال: ينبعث. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لعثمان. قال إسحاق أخبرنا: وقال عثمان حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد ففر الصبيان وجلس ابن صياد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تربت يداك أتشهد أني رسول الله فقال لا بل تشهد أني رسول الله فقال عمر بن الخطاب ذرني يا رسول الله حتى أقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب واللفظ لابي كريب. قال ابن نمير حدثنا وقال الاخران اخبرنا. ابو معاويه حدثنا الاعمش عن شقيق عن عبد الله قال: كنا نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بابن صياد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد خبأت لك خبيئه فقال دخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسا فلن تعدو قدرك فقال عمر يا رسول الله دعني فاضرب عنقاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فان يكن الذي تخاف لن تستطيع قتله حدثنا محمد بن المثنى حدثنا سالم بن نوح عن الجريري عن ابي نظره عن ابي سعيد قال لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر في بعض طرق المدينه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشهد اني رسول الله فقال هو اتشهد اني رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امنت بالله وملائكته وكتبه ما ترى؟ قال أرى عرشاً على الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى عرش إبليس على البحر، وما ترى؟ قال أرى صادقين وكاذباً، أو كاذبين وصادقاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبس عليه، دعوه. حدثنا يحيى بن حبيب ومحمد بن عبد الأعلى. قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال حدثنا ابو نضره عن جابر بن عبد الله قال لقي نبي الله صلى الله عليه وسلم ابن صائد ومعه ابو بكر وعمر وابن صائد مع الغلمان فذكر نحو حديث الجريري حدثني عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال صحبت ابن صائد إلى مكة فقال لي أما قد لقيت من الناس يزعمون أني الدجال ألست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يولد له قال قلت بلى قال فقد ولد لي اوليس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل المدينه ولا مكه قلت بلى قال فقد ولدت بالمدينه وهذا انا اريد مكه قال ثم قال لي في اخر قوله اما والله اني لاعلم مولده ومكانه واين هو قال فلبسني حدثنا يحيى بن حبيب ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال لي ابن صائد وأخذتني منه ذمامة هذا عذرت الناس ما لي ولكم يا أصحاب محمد ألم يقل نبي الله صلى الله عليه وسلم إنه يهودي وقد اسلمت قال ولا يولد له وقد ولد لي وقال ان الله قد حرم عليه مكه وقد حججت قال فما زال حتى كاد ان ياخذ في قوله قال فقال له اما والله اني لاعلم الان حيث هو واعرف اباه وامه قال وقيل له ايسرك انك ذاك الرجل قال فقال لو عُرض علي ما كرهت. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا سالم بن نوح أخبرني الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صائد قال فنزلنا منزلا فتفرق الناس وبقيت أنا وهو فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه. قال: وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي، فقلت: ان الحر شديد، فلو وضعته تحت تلك الشجرة. قال: ففعل. قال: فرفعت لنا غنم فانطلق فجاء بعس، فقال: اشرب ابا سعيد. فقلت: ان الحر شديد واللبن حار، ما بي الا اني اكره ان اشرب عن يده. او قال اخذ عن يده فقال ابا سعيد لقد هممت ان اخذ حبلا فاعلقه بشجره ثم اختنق مما يقول لي الناس يا ابا سعيد من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليكم معشر الانصار الست من اعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر وانا مسلم اوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عقيم لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينه اوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينه ولا مكه وقد اقبلت من المدينه وانا اريد مكه قال أبو سعيد الخدري حتى كدت أن أعذره ثم قال أما والله إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن قال قلت له تبا لك سائر اليوم حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا بشر يعني ابن مفضل عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صائد ما تربة الجنة قال درمكة بيضاء مسك يا أبا القاسم قال صدقت وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد أن ابن صياد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة فقال درمكة بيضاء مسك خالص. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا ابي، حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم، عن محمد بن المنكدر، قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله، ان ابن صائد الدجال، فقلت اتحلف بالله؟ قال اني سمعت عمر يحلف على ذلك. عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم حدثني حرمله بن يحيى بن عبد الله بن حرمله ابن عمران التجيبي اخبرني ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله اخبره ان عبد الله بن عمر اخبره ان عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغاله، وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم، فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صياد: اتشهد اني رسول الله فنظر اليه ابن صياد فقال اشهد انك رسول الاميين فقال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتشهد اني رسول الله فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال امنت بالله وبرسله ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ترى قال ابن صياد ياتيني صادق وكاذب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خلط عليك الامر ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد خبات لك خبيئا فقال ابن صياد هو الدخ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسا فلن تعدو قدرك فقال عمر بن الخطاب: ذرني يا رسول الله اضرب عنقه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان يكنه فلن تسلط عليه، وان لم يكنه فلا خير لك في قتله. وقال سالم بن عبد الله: سمعت عبد الله بن عمر يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بن كعب الأنصاري. الى النخل التي فيها ابن صياد حتى اذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طفق يتقي بجذوع النخل وهو يختل ان يسمع من ابن صياد شيئا قبل ان يراه ابن صياد فراه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش في قطيفه له فيها زمزمه فرأت أم بن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل. فقالت لابن صياد: يا صاف وهو اسم ابن صياد، هذا محمد. فثار ابن صياد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركته بيّن. قال سالم: قال عبد الله بن عمر. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فاثنى على الله بما هو اهله ثم ذكر الدجال فقال اني لانذركموه ما من نبي الا وقد انذره قومه لقد انذره نوح قومه ولكن اقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلموا انه اعور وان الله تبارك وتعالى ليس باعور قال ابن شهاب واخبرني عمر بن ثابت الانصاري انه اخبره بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حذر الناس الدجال انه مكتوب بين عينيه كافر يقراه من كره عمله او يقراه كل مؤمن وقال تعلموا انه لن يرى احد منكم ربه عز وجل حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رهط من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب حتى وجد ابن صياد غلاما قد ناهز الحلم يلعب مع الغلمان عند أطم بني معاوية وساق الحديث بمثل حديث يونس إلى منتهى حديث عمر بن ثابت وفي الحديث عن يعقوب قال: قال ابي يعني قوله لو تركته بين قال لو تركته ام وحدثنا عبد بن حميد وسلمه بن شبيب جميعا عن عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بابن صياد في نفر من اصحابه فيهم عمر بن الخطاب وهو يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغاله وهو غلام بمعنى حديث يونس وصالح غير أن عبد بن حميد لم يذكر حديث ابن عمر في انطلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بن حدثنا عبد بن حميد حدثنا روح بن عباده حدثنا هشام عن ايوب عن نافع قال: لقي ابن عمر بن صائد في بعض طرق المدينه، فقال له قولا اغضبه، فانتفخ حتى ملأ السكه، فدخل ابن عمر على حفصه وقد بلغها، فقالت له رحمك الله: ما اردت من ابن صائد؟ اما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انما يخرج من غضبة. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا حسين يعني ابن حسن بن يسار، حدثنا ابن عون عن نافع قال: كان نافع يقول: ابن صياد، قال, قال: قال ابن عمر: لقيته مرتين، قال فلقيته فقلت لبعضهم: هل تحدثون انه هو؟ قال لا والله قال قلت كذبتني والله لقد اخبرني بعضكم انه لن يموت حتى يكون اكثركم مالا وولدا فكذلك هو زعم اليوم قال فتحدثنا ثم فارقته قال فلقيته لقيه اخرى وقد نفرت عينه قال فقلت متى فعلت عينك ما ارى قال لا ادري قال: قلت لا تدري وهي في رأسك. قال: إن شاء الله خلقها في عصاك هذه. قال: فنخر كأشد نخير حمار سمعت. قال: فزعم بعض أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت. وأما أنا فوالله ما شعرت. قال: وجاء حتى دخل على أم المؤمنين فحدثها فقالت: ما تريد إليه؟ ألم تعلم أنه قد قال إن أول ما يبعثه على الناس حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حا وحدثنا ابن نمير واللفظ له حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال ان الله تعالى ليس باعور الا وان المسيح الدجال اعور العين اليمنى كان عينه عين حدثني ابو الربيع وابو كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب حا وحدثنا محمد بن عباد حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتاده قال سمعت انس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي الا وقد انذر امته الاعور الكذاب، الا انه اعور وان ربكم ليس باعور ومكتوب بين عينيه ك حدثنا ابن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتاده حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال الدجال مكتوب بين عينيه كفرا وحدثني زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر ثم تهجاها كافرا يقرأه حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن العلاء وإسحاق ابن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر معه جنة ونار فناره جنة وجنة حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا يزيد بن هارون عن ابي مالك الاشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانا اعلم بما مع الدجال منه معه نهران يجريان احدهما راي العين ماء ابيض والاخر راي العين نار تاجج فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد وإن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة حا وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الدجال إن معه ماء ونارا فناره ماء بارد وماؤه نار قال ابو مسعود وانا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا علي بن حجر حدثنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن عقبه بن عمرو ابي مسعود الانصاري قال انطلقت معه الى حذيفه بن اليمان فقال له عقبه حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال قال ان الدجال يخرج وان معه ماء ونارا فاما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق واما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. فقال عقبة: وأنا قد سمعته. حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن حجر. قال إسحاق أخبرنا وقال ابن حجر حدثنا جرير عن المغيرة. عن نعيم بن ابي هند عن ربعي بن حراش قال اجتمع حذيفه وابو مسعود فقال حذيفه لانا بما مع الدجال اعلم منه ان معه نهرا من ماء ونهرا من نار فاما الذي ترون انه نار ماء واما الذي ترون انه ماء نار فمن ادرك ذلك منكم فاراد الماء فليشرب من الذي يراه انه نار، فإنه سيجده ماء. قال أبو مسعود: هكذا سمعت النبي صلى الله عليه، حدثني محمد بن رافع، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا شيبان عن يحيى، عن أبي سلمة قال: سمعت أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه نبي قومه إنه أعور وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار فالتي يقول إنها الجنة هي النار وإني أنذرتكم به كما أنذر بي حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم، حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فحدثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص، حدثني عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير الحضرمي، أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي، حا، وحدثني محمد بن مهران الرازي، واللفظ له، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابيه جبير بن نفير عن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداه فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفه النخل فلما رحنا اليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداه فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال: غير الدجال اخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. والله خليفتي على كل مسلم. إنه شاب قطط، عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العز بن قطن. فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. إنه خارج خلة بين الشأم والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا. يا عباد الله فاثبتوا. قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال أربعون يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله: فذلك اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدر له قدره. قلنا يا رسول الله: وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح فياتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيامر السماء فتمطر والارض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم اطول ما كانت ذرا واسبغه ضروعا وامده خواصر ثم ياتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا، فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض. ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك اذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المناره البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على اجنحه ملكين اذا طاطا راسه قطر واذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه الا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله ثم ياتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنه فبينما هو كذلك اذ اوحى الله الى عيسى اني قد اخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ما. ويحصر نبي الله عيسى واصحابه حتى يكون راس الثور لاحدهم خيرا من مائه دينار لاحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى واصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحده ثم يهبط نبي الله عيسى واصحابه الى الارض فلا يجدون في الارض موضع شبر الا ملاه زهمهم ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى واصحابه الى الله فيرسل الله طيرا كاعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الارض حتى يتركها كالزلفه ثم يقال للارض انبتي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ تاكل العصابه من الرمانه ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى ان اللقحه من الابل لتكفي الفئام من الناس واللقحه من البقر لتكفي القبيله من الناس واللقحه من الغنم لتكفي الفخذ من الناس فبينما هم كذلك اذ بعث الله ريحا طيبه فتاخذهم تحت اباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليه حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر والوليد بن مسلم قال ابن حجر دخل حديث احدهما في حديث الاخر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بهذا الاسناد نحو ما ذكرنا وزاد بعد قوله لقد كان بهذه مره ما ثم يسيرون حتى ينتهوا الى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس فيقولون "لقد قتلنا من في الأرض، هلم فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما". وفي رواية ابن حجر: "فإني قد أنزلت عبادا لي، لا يدي لأحد". حدثني عمرو الناقد، والحسن الحلواني، وعبد بن حميد، والفاظهم متقاربه والسياق لعبد قال حدثني وقال الاخران حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان ابا سعيد الخدري قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما حدثنا قال ياتي وهو محرم عليه ان يدخل نقاب المدينه فينتهي الى بعض السباخ التي تلي المدينه فيخرج اليه يومئذ رجل هو خير الناس او من خير الناس فيقول له اشهد انك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال ارايتم ان قتلت هذا ثم احييته اتشكون في الامر فيقولون لا قال فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه والله ما كنت فيك قط اشد بصيره مني الان قال فيريد الدجال ان يقتله فلا يسلط عليه قال ابو اسحاق يقال ان هذا الرجل هو الخضر وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري في حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذ من أهل مرو حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح مسالح الدجال فيقولون له اين تعمد فيقول اعمد الى هذا الذي خرج قال فيقولون له اوما تؤمن بربنا فيقول ما بربنا خفاء فيقولون اقتلوه فيقول بعضهم لبعض اليس قد نهاكم ربكم ان تقتلوا احدا دونه قال فينطلقون به الى الدجال فاذا راه المؤمن قال يا ايها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيامر الدجال به فيشبح فيقول خذوه وشجوه فيوسع ظهره وبطنه ضربا، قال فيقول: اوما تؤمن بي؟ قال فيقول: انت المسيح الكذاب. قال فيؤمر به فيؤشر بالمئشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يقول له: قم، فيستوي قائما. قال ثم يقول له: اتؤمن بي؟ فيقول ما ازددت فيك الا بصيره قال ثم يقول يا ايها الناس انه لا يفعل بعدي باحد من الناس قال فياخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته الى ترقوته نحاسا فلا يستطيع اليه سبيلا قال فياخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أن ما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب حدثنا شهاب بن عباد العبدي حدثنا إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة، قال: ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألت. قال: وما ينصبك منه؟ إنه لا يضرك. قال: قلت يا رسول الله: إنهم يقولون: إن معه الطعام والأنهار. قال: هو أهون. حدثنا سريج بن يونس حدثنا هشيم عن اسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة، قال: ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته، قال: وما سؤالك؟ قال: قلت إنهم يقولون: معه جبال من خبز ولحم، ونهر من ماء، قال: هو أهون حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا وكيع حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير حا وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون حا وحدثني محمد بن رافع حدثنا أبو أسامة كلهم عن اسماعيل بهذا الاسناد نحو حديث ابراهيم بن حميد وزاد في حديث يزيد فقال لي حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا ابي حدثنا شعبه عن النعمان بن سالم قال سمعت يعقوب بن عاصم بن عروه بن مسعود الثقفي يقول سمعت عبد الله بن عمرو وجاءه رجل فقال ما هذا الحديث الذي تحدث به تقول ان الساعه تقوم الى كذا وكذا فقال سبحان الله او لا اله الا الله او كلمه نحوهما لقد هممت الا احدث احدا شيئا ابدا انما قلت انكم سترون بعد قليل امرا عظيما يحرق البيت ويكون ويكون ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين لا أدري أربعين يوما أو أربعين شهرا أو أربعين عاما فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشأم، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيبقى شرار الناس في خفه الطير واحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول الا تستجيبون فيقولون فما تامرنا فيامرهم بعباده الاوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه احد الا اصغى ليتا ورفع ليتا قال واول من يسمعه رجل يلوط حوض ابله قال فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله او قال ينزل الله مطرا كانه الطل او الظل نعمان الشاك فتنبت منه اجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال: يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون، قال ثم يقال: أخرجوا بعث النار، فيقال من كم؟ فيقال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. قال فذاك يوم يجعل الولدان شيبا، وذلك يوم يكشف. وحدثني محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم، قال: سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود، قال: سمعت رجلا قال لعبد الله بن عمرو: انك تقول: ان الساعه تقوم الى كذا وكذا فقال لقد هممت الا احدثكم بشيء انما قلت انكم ترون بعد قليل امرا عظيما فكان حريق البيت قال شعبه هذا او نحوه قال عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في امتي وساق الحديث بمثل حديث معاذ وقال في حديثه فلا يبقى احد في قلبه مثقال ذره من ايمان الا قبضته قال محمد بن جعفر حدثني شعبة بهذا الحديث مرات حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا محمد بن بشر عن ابي حيان عن ابي زرعه عن عبد الله بن عمرو قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم انسه بعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول الايات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابه على الناس ضحى وايهما ما كانت قبل صاحبتها فالاخرى على اثنين وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي حدثنا ابو حيان عن ابي زرعه قال جلس الى مروان بن الحكم بالمدينه ثلاثه نفر من المسلمين فسمعوه وهو يحدث عن الايات ان اولها خروجا الدجال فقال عبد الله بن عمرو لم يقل مروان شيئا قد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم انسه بعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وحدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا ابو احمد حدثنا سفيان عن ابي حيان عن ابي زرعه قال تذاكر الساعه عند مروان فقال عبد الله بن عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديثهما. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث وحجاج بن الشاعر كلاهما عن عبد الصمد واللفظ لعبد الوارث بن عبد الصمد. حدثنا أبي عن جدي عن الحسين بن ذكوان. حدثنا ابن بريدة. حدثني عامر بن شراحيل الشعبي شعب همدان انه سال فاطمه بنت قيس اخت الضحاك بن قيس وكانت من المهاجرات الاول فقال حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسنديه الى احد غيره فقالت لئن شئت لافعلن فقال لها اجل حدثيني فقالت نكحت ابن المغيره وهو من خيار شباب قريش يومئذ فاصيب في اول الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تايمت خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه اسامه بن زيد وكنت قد حدثت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احبني فليحب اسامه فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت امري بيدك فانكحني من شئت فقال انتقلي الى ام شريك وام شريك امراه غنيه من الانصار عظيمه النفقه في سبيل الله ينزل عليها الضيفان فقلت سافعل فقال لا تفعلي ان ام شريك امراه كثيره الضيفان فاني اكره ان يسقط عنك خمارك او ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين ولكن انتقلي الى ابن عمك عبد الله بن عمرو بن ام مكتوم وهو رجل من بني فهر فهر قريش وهو من البطن الذي هي منه فانتقلت اليه فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاه جامعه فخرجت الى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال ليلزم كل إنسان مصلاح ثم قال أتدرون لما جمعتكم قالوا الله ورسوله أعلم قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت احدثكم عن مسيح الدجال حدثني انه ركب في سفينه بحريه مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام فلعب بهم الموج شهرا في البحر ثم ارفاوا الى جزيره في البحر حتى مغرب الشمس فجلسوا في اقرب السفينه فدخلوا الجزيره فلقيتهم دابه اهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثره الشعر فقالوا ويلك ما انت فقالت انا الجساسه قالوا وما الجساسه قالت ايها القوم انطلقوا الى هذا الرجل في الدير فانه الى خبركم بالاشواق قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها ان تكون شيطانه قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فاذا فيه اعظم انسان رايناه قط خلقا واشده وثاقا مجموعه يداه الى عنقه ما بين ركبتيه الى كعبيه بالحديد قلنا ويلك ما انت قال قد قدرتم على خبري فاخبروني ما انتم قالوا نحن اناس من العرب ركبنا في سفينه بحريه فصادفنا البحر حين اغتلم فلعب بنا الموج شهرا ثم ارفانا الى جزيرتك هذه فجلسنا في اقربها فدخلنا الجزيره فلقيتنا دابه اهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثره الشعر فقلنا ويلك ما انت فقالت انا الجساسه قلنا وما الجساسه قالت اعمدوا الى هذا الرجل في الدير فانه الى خبركم بالاشواق فاقبلنا اليك سراعا وفزعنا منها ولم نامن ان تكون شيطانه فقال اخبروني عن نخل بيسان قلنا عن اي شانها تستخبر قال: أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له: نعم. قال: أما إنه يوشك ألا تثمر. قال: أخبروني عن بحيرة الطبرية. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرة الماء. قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال: أخبروني عن عين زغر. قالوا عن اي شانها تستخبر قال هل في العين ماء وهل يزرع اهلها بماء العين قلنا له نعم هي كثيره الماء واهلها يزرعون من مائها قال اخبروني عن نبي الاميين ما فعل قالوا قد خرج من مكه ونزل يثرب قال اقاتله العرب قلنا نعم قال كيف صنع بهم فاخبرناه انه قد ظهر على من يليه من العرب واطاعوه قال لهم قد كان ذلك قلنا نعم قال اما ان ذاك خير لهم ان يطيعوه واني مخبركم عني اني انا المسيح واني اوشك ان يؤذن لي في الخروج فاخرج فاسير في الارض فلا ادع قريه الا هبطتها في اربعين ليله غير مكه وطيبه فهما محرمتان علي كلتاهما كلما اردت ان ادخل واحده او واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها وان على كل نقب منها ملائكه يحرسونها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة، ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: نعم، فإنه أعجبني حديث تميم، أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه، وعن المدينة ومكة. ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو وأومأ بيده إلى المشرق قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث الهجيني أبو عثمان حدثنا قرة حدثنا سيار أبو الحكم حدثنا الشعبي قال دخلنا على فاطمة بنت قيس فأتحفتنا برطب يقال له رطب بن طاب وأسقتنا سويق سلت فسألتها عن المطلقة ثلاثا أين تعتد قال طلقني بعلي ثلاثا فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي. قالت فنودي في الناس: إن الصلاة جامعة. قالت فانطلقت في من انطلق من الناس. قالت فكنت في الصف المقدم من النساء، وهو يلي المؤخر من الرجال. قالت فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب فقال: إن بني عم لتميم الداري ركبوا في البحر. وساق الحديث وزاد فيه قالت فكأنما أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأهوى بمخصرته إلى الأرض وقال هذه طيبة وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وأحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت غيلان بن جرير يحدث عن الشعبي عن فاطمه بنت قيس قالت قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم تميم الداري فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ركب البحر فتاهت به سفينته فسقط الى جزيره فخرج اليها يلتمس الماء فلقي انسانا يجر شعره وقتص الحديث وقال فيه ثم قال أما إنه لو قد أذن لي في الخروج قد وطئت البلاد كلها غير طيبة فأخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فحدثهم قال هذه طيبة وذا حدثني أبو بكر بن إسحاق حدثنا يحيى بن بكير حدثنا المغيره يعني الحزامي عن ابي الزناد عن الشعبي عن فاطمه بنت قيس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد على المنبر فقال ايها الناس حدثني تميم الداري ان اناسا من قومه كانوا في البحر في سفينه لهم فانكسرت بهم فركب بعضهم على لوح من الواح السفينه فخرجوا الى جزيره في البحر و... حدثني علي بن حجر السعدي حدثنا الوليد بن مسلم حدثني ابو عمرو يعني الاوزاعي عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه حدثني انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من بلد الا سيطاه الدجال الا مكه والمدينه وليس نقب من انقابها الا عليه الملائكه صافين تحرسها فينزل بالسبخه فترجف المدينه ثلاث رجفات يخرج اليه منها كل كاف وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا يونس بن محمد عن حماد بن سلمه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه غير أنه قال فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه وقال فيخرج إليه كل مناس حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا يحيى بن حمزة عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن عمه أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفا عليه حدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرتني أم شريك أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليفرن الناس من الدجال في الجبال. قالت أم شريك يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال.. وحدثناه محمد بن بشار وعبد بن حميد. قالا حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حدثني زهير بن حرب حدثنا احمد بن اسحاق الحضرمي حدثنا عبد العزيز يعني بن المختار حدثنا ايوب عن حميد بن هلال عن رهط منهم ابو الدهماء وابو قتاده قالوا كنا نمر على هشام بن عامر ناتي عمران بن حصين فقال ذات يوم انكم لتجاوزوني الى رجال ما كانوا باحضر لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا اعلم بحديثه مني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق ادم الى قيام الساعه خلق اكبر وحدثني محمد بن حاتم حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن حميد بن هلال عن ثلاثة رهط من قومه فيهم أبو قتاده قالوا كنا نمر على هشام بن عامر إلى عمران بن حسين بمثل حديث عبد العزيز بن مختار غير أنه قال أمر أكبر حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستة طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم حدثنا أمية بن بسطام العيشي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن زياد بن رياح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستة الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويس وحدثناه زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا همام عن قتاده بها حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن معل بن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حا وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا حماد عن المعلب زياد رده إلى معاوية بن قرة رده إلى معقل بن يسار رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج وحدثنيه أبو كامل حدثنا حماد بها حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي حدثنا شعبة عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة إلا على حدثنا سعيد بن منصور حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حا وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له، حدثنا يعقوب عن أبي حازم أنه سمع سهلا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه التي تلي الإبهام والوسطى وهو يقول: بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعةُ حدَّثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدَّثنا محمد بن جعفر حدَّثنا شعبة قال سمعت قتاده حدَّثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعةُ كَهَاتَيْنِ قال شعبة وسمعت قتادة يقول في قصصه كفضل إحداهما على الأخرى فلا أدري أذكره عن أنس أو وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا شعبة قال سمعت قتادة وأبا التياح يحدثان أنهما سمعا أنسا يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة هكذا وقرن شعبة بين إصبعيه المسبحة والوسط وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حا وحدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وحدثناه محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حمزة يعني الضبي وأبي التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا أبو غسان المسمعي حدثنا معتمر عن أبيه عن معبد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين قال وضم الساعة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة متى الساعة فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعه وعنده غلام من الانصار يقال له محمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعش هذا الغلام فعسى الا يدركه الهرم حتى وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد يعني بن زيد حدثنا معبد بن هلال العنزي عن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال متى تقوم الساعة؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيها ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة فقال إن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة قال قال أنس ذاك الغلام من حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عفان بن مسلم حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس قال مر غلام للمغيرة بن شعبة وكان من أقراني فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يؤخر هذا فلن يدركه الهرم حتى حدثني زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينه عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال تقوم الساعه والرجل يحلب اللقحه فما يصل الاناء الى فيه حتى تقوم والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم والرجل يلط في حوضه فما يصدر حدثنا ابو كُريب محمد بن العلاء حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين اربعون قالوا يا ابا هريره اربعون يوما قال ابيت قالوا أربعون شهرا، قال أبيت، قالوا أربعون سنة، قال أبيت، ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. قال: وليس من الإنسان شيء إلا يبلى، إلا عظما واحدا، وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الإنسان عظمًا لا تأكله الأرض أبدًا، فيه يركب يوم القيامة. قالوا: أي عظم هو يا رسول الله؟ قال: